بحضور ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، تعقد يوم غد الأربعاء في العاصمة البلجيكية بروكسل القمة الخليجية الأوروبية الأولى لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء دول مجلس التعاون والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي برئاسة مشتركة لأمير دولة قطر، دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون ورئيس المجلس الأوروبي. وتعتبر هذه القمة هي أول قمة تعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات منذ تدشين العلاقات الرسمية بين الجانبين منذ عام 1989، وبمشاركة 33 رئيس دولة ورئيس وزراء. تأتي هذه القمة ضمن حرص دول مجلس التعاون على تعزيز علاقاته الاستراتيجية مع الدول والتكتلات العالمية في العالم أجمع، كما أنها ستتناول ملفات سياسية وأمنية واقتصادية، وستناقش تعزيز أطر الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة وتبادل وجهات النظر حيالها. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة البلجيكية بروكسل الباحث في الشؤون الدولية الأستاذ محمد رجائي. بداية أهلا بك أستاذ محمد معنا في نشرة منتصف الليل. القمة الخليجية الأوروبية تعتبر أول قمة تعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات منذ تدشين العلاقات الرسمية بين الجانبين. ما هي أهمية هذه القمة وما الذي تعنيه في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة؟ تأتي أهمية هذه القمة في الواقع بسبب الأحوال والمشاكل التي تعاني منها الدول المنطقة في الشرق الأوسط والخليج وأيضا دول الاتحاد الأوروبي. سيطغى على هذه الاجتماعات أعتقد الجانب الاقتصادي بالإضافة إلى الجوانب السياسية والاستراتيجية. الناحية الاقتصادية دول مجلس التعاون تحاول، وكان هناك مفاوضات بين دول الاتحاد الأوروبي دول المجموعات الأوروبية آنذاك في بداية الثمانينات من أجل إقامة منطقة تبادل حر بينها بين دول مجلس التعاون وبين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. والآن دول الاتحاد الأوروبي بحاجة ماسة إلى زيادة تعاونها، وربما قد تضطر إلى إقامة منطقة تبادل الحر، وذلك لأنها بحاجة إلى الغاز والنفط الخليجي إثر انقطاع الغاز والنفط وبعض مصادر الطاقة من روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. فبالتالي بإمكان دول المجلس أن تحاول، لا أريد أن أقول الضغط، وإنما أن تتفاوض مع دول الاتحاد الأوروبي من أجل توسيع وزيادة المبادلات التجارية والتعاون، وربما الوصول إلى ما كانت تصبو إليه دول مجلس التعاون في الثمانينات من القرن الماضي من أجل إقامة منطقة التبادل الحر. الآن وأيضا هناك احتمال وزيادة التعاون في مجال الاستثمارات في مجال الطاقة، وأيضا في مجال مكافحة التغيرات المناخية وغيرها من الأمور. هناك أيضا نقطة هامة من الناحية الاقتصادية، وهي انخفاض معدل المبادلات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج بسبب منافسة الصين لدول الاتحاد الأوروبي، وربما أن تحاول دول الاتحاد أن تزيد تعاونها مع دول مجلس التعاون دول الخليج العربية من أجل تعويض هذه الخسائر في المبادلات لصالح دول الاتحاد الأوروبي. وفي المجالات الناحية السياسية أعتقد أن كلا الجانبين، الجانب الأوروبي والخليجي، لديهما الرغبة في أن يحل الاستقرار والسلام في المنطقة، في منطقة الخليج والشرق الأوسط، لأن هذا يؤثر على كلا الجانبين، لا سيما بسبب الحرب الجارية حاليا وأعمال الإبادة الجماعية التي
يمارسها جيش الاحتلال في قطاع غزة في فلسطين المحتلة، وأيضا الآن الحرب في لبنان. إذن أستاذ محمد، هل بعد ما تحدثنا على أن أجندة القمة الخليجية الأوروبية ستكون أجندة تحمل الجانبين السياسي وأيضا الاقتصادي، هل تعتقد بأن هنالك سيكون في محاولة لإيجاد لغة مشتركة بشأن المسائل الجيوستراتيجية مثل الغزو الروسي لأوكرانيا وأيضا منع تفجير الصراعات في الشرق الأوسط؟ ما هي مساحة التناغم الخليجي الأوروبي بهذا الخصوص؟ بالفعل ستحاول دول الخليج أن تضغط أو أن تتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، ولكن ما يلاحظ بأن دول الاتحاد الأوروبي حاليا ليست لديها القدرة الكافية لاتخاذ مبادرات وأن يكون لديها دور هام وفعال. وجدنا أنها فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا سياستها تتبع نوعا ما السياسة الأمريكية، وهي تحاول أن يكون لديها أيضا نوع من الاستقلالية في المجالات الدفاعية. فبالتالي محاولة الجانبين للحصول على دور أكبر من أجل إحلال الاستقرار والأمن في منطقة الخليج والشرق الأوسط، ربما هذا التعاون الثنائي قد يحمل وقد يعطي نقاط وأمور إيجابية أكثر. كان معنا الباحث في الشؤون الدولية الأستاذ محمد رجائي بركات من بروكسل، شكرا جزيلا لك.